ينضم إلينا أيضا من بني غازي الرائد طارق الخرازي مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية. أرحب بك وأبدأ معك بما تم الإعلان عنه من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية النائمة التي كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية في المناطق الشرقية بالبلاد. ماذا يعني هذا؟ إلى أي مدى وصلنا إذا سيادة الرائد إلى عملية تطهير مستهدفة داخل البلاد؟ إلى أين وصلت أبعاد هذه العملية؟ شكرا لك أستاذ ريهام ولكل متابعين سيادتكم. على حقيقة أن الأجهزة الأمنية في ليبيا في الحكومة المؤقتة يعني وصلت إلى مراحل متقدمة أنها تحبط محاولات إرهابية ليس على الصعيد الميداني فقط. فهذه عمليات يعني تم إحباطها عن طريق المعلومات وأجهزة الاتصالات التي كانت لهم اتصالات مجموعات إرهابية في طرابلس. ناهيك أن هذه المجموعات أيضا لها ارتباط كامل وشامل بعناصر تنظيم داعش التي خرجت في مقطع فيديو قبل حوالي 4 أيام في الجنوب الليبي هي خلق فوضى في الجنوب، وأيضا كانوا يريدون خلق فوضى أيضا في الشرق الليبي لتخفيف الضغط الذي تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة الإرهاب في العاصمة طرابلس. طبعا كل الأطراف اللي كانت على تواصل مع هذه المجموعات المتطرفة في طرابلس هي الآن تحت أمرة الأجهزة الأمنية وتصرفات الأنيابة المختصة بالخصوص، ومعالي السيد وزير الداخلية شدد على استكمال التحقيق وإظهاره بشكل رسمي في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أن نعتقد سيكون هناك أيضا أطراف أخرى قد تكون متورطة ومسؤولة في هذه الخلايا النائمة التي كانت في مدينة بغداد. الوزارة أوضحت أنها رصدت اتصالات وصفتها بالخطيرة، إلى أي مدى كانت هذه الاتصالات تحمل في طياتها وفي تفاصيلها يعني خرابا في البلاد على مدى أكبر؟ هو شوف يعني هو معروف لكل العالم وليس لكل الليبيين أو للشخاص في مصر أن التنظيمات المتطرفة كداعش وغيرها دائما ما تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في البلاد والمراكز الأمنية. هذه طبعا من الخطط الممنهجة اللي كانت تريد أن تنفذها هذه المجموعة في مدينة بغدادي باستهداف المراكز الأمنية ونقاط تفتيش أيضا حتى للأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي وأيضا حتى في مدينة درنة التي أطلقت فيها حملات أمنية مكثفة في الفترة الماضية لضبط كل العناصر المتورطة واللي كانت تتعامل مع التنظيمات المتطرفة فيما سبق. فالأمر يعني واضح وعلني أهداف الفكر المتطرف وأهداف داعش دائما ما تدعو إلى الدمار والدماء والحرق وغير ذلك، وهناك أطراف أخرى ستريد هي استغلال هذه الظروف الأمنية إذا نجحت كما كانوا يزعمون في بنغازي أو في مدينة درنة على أنها أهداف سياسية يتحقق منها الطرف السياسي الداعم لجماعات الإخوان وجماعات المتطرفة في غرب البلاد المتمثلة في حكومة الوفاق مع السيد بشاغة سيادة المستشار، أخيرا إلى أي مدى الآن يتم العمل يعني وفق خطط طبعا لتطهير البلاد تماما بالرغم من تحديات تواجهها بسبب تدخلات خارجية كالتدخل التركي على سبيل المثال؟ طبعا التحديات التي تواجهها الدولة الليبية هي تحديات كبرى يعني لا تتمثل في الشق الأمني فقط، هناك يعني ايضا عمل القوات المسلحه هو صمام الامان للدوله الليبيه، ونحن كاجهزه امنيه نعمل في ظل عمل القوات المسلحه وتطهيرها للبقع الارهاب في غرب البلاد كما نجحت القوات المسلحه في الشرق وفي الجنوب فيما سبق. الان تعمل على تطهير البلاد، التدخلات الاجنبيه لها يعني ناس مختصين يستطيعون ان يجيبيك يعني في سياسيا وايضا حتى عسكريا فيما يتعلق بالامور العسكريه والسياسيه، اما في الشق الامني فنحن في داخل المدن الليبيه التي تقع تحت سيطره الحكومه المؤقته نعمل على توفير حمايه الامن والامان للمواطنين وضغط كل من يتورط ولا تهاون على كل من يتعامل مع اي طرف سياسي او طرف ارهابي شارك في دمار ليبيا خلال 10 سنوات.
شكرا جزيلا لك الرائد طارق الخرازي، مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، شكرا جزيلا لك.